صراحة لا مش مساول، ولكن اللعبة مقنعش المغاربة كلهم. المدرب واخا واخا ما عاش الزياش، والمدرب خصو يمشي بحالو. ما عطاوش داكشي المنتظر، لان اذا تقابلنا مع الفرق الكبرى كالجزائر شي الهفوات، ولكن شوية ذكي. تفرجت مستوى ماشي الصراحة لا مش مستوى اللي غادي نقول لك بروفيسيونيل واعر، ولكن كنتمنوا من هنا المباراة القادمة تيكون ان شاء الله اداء جميل. صراحة المدرب ماشي شي مدرب اللي هو غادي تقول عليه انه هو غيقود المنتخب المغربي لتصفيد كاس العالم ديال قطر، ونتمنوا يكون احسن في ايام القادمه. مصطفى خويا شويه متوسط، لعب عشوائي، كل واحد كيبغي يبان، ما كاين انسجام بعضياتهم. والصراحه هي هذه النتيجه كاينه، ولكن اللعبة مقنعش المغاربة كلهم. ما قنعناش. لا ما كاينش استراتيجيه، هو ناقص في اللعب ديالو، الفريق ديالو قليل فاش كيدخلوا، زعما زياش ما بانش بلاصتو، داري لعبوا النتيجه كاينه، ولكن ما قنعوناش باللعب اللي لاعبين. ما هادي قدش يمشي بعيد هذه النتيجه، ما قدش يمشي بعيد، ما قنعناش باللعب، ما كاينش القتاليه، وداك الشيء ما كايناش اخويا الصراحه. عشوائية. كل واحد عنده كرات خصو يبان، ما كاينش انسجام بعضياتهم لا في الدفاع ولا في الهجوم، ما شفنا شي حاجه. النتيجه كاينه 3 بوان كاينين، ولكن اخويا ما تقنعناش باللعب. تفرجت في المنتخب كان في المستوى البارح، قدموا اداء جميل، اللاعبيه كانوا في حسن الظن الجماهير، المدرب واخا واخا ما عاش الزياش، ما عطاش الغياب زياش. إيليا الشاعر دار الدور ديالو على كامل الواجب، وكنتمنى حظ موفق للمنتخب ان شاء الله، وتعالى كاس العالم وكاس افريقيا حتى هو. ايوا شنقول لك اخويا، المستوى كان كارثي بمعنى الكلمه. منتخب هاوي بدون معرفه الملعب، ما عارفينش الملعب كي داير، ما كانوا المستوى كارثي جدا. المدرب ما عرفش يعزل، بالنسبه للاختيارات ما كانوش اختيارات مزيانين، وما كنظنش يوصلوا يمشيو بعيد بهذا اللعب وبهذا المستوى، والمدرب خصو يمشي بحالو. هادشي اللي كاين. بيان سور تصرى الغياب ديال زياش اللي هو صانع العاب كبير، اللي يقدر يخلق الفارق بنسبه كبيره في المنتخب، ويعطي الحل بالنسبه حتى للهجوم. وهادشي اللي كاين، تيبقى فينا الحال نشوفوا المنتخب داير هكا. كاين فرق كبير ما بين المنتخب درونار اللي كنشوفوا واحد العزيمه ديال اللعابه، واحد القتاليه من اللعابه، والمنتخب ديال الواحد ما كاين لا قتاليه لا لعب لا فراجه لا والو خويا، والو. ما عطاوش داكشي المنتظر، لان علاش؟ الكره تطورت، وكنعرفوا بان عندنا اكفاء، وعندنا يعني عندنا رياضيين كبار، ماشي اي واحد كيلعب في انديه كبيره على المستوى العالمي. خصنا نشوفوا داك اللاعب الجماعي، ونشوفوا داك السرعه، ونشوفوا داك لونديرونس، يعني كتصبر 90 دقيقه كتلعبها بقوه، وفي نفس الوقت ما كتاثرش بالمستوى ديال الفرقه الثانيه، حيت راه كاين عندنا هذا المشكل عند المنتخب المغربي، ملي كيطيح مع فرقه اللي كتهرس اللعب كيطيح له النيفو ديال الماتش، بخلاف ملي كيلعب مع فرقه اللي مجهده راه كيلعب بسرعه. يعني خصنا نوصلوا لذاك الكفاءه اللي كنعيشوها بالنسبه للكره العالميه. عنده البوسيبيليتي باش يوصل، ولكن شنو خصو يدرس نقاط الضعف ديالو هو، ماشي نقاط الضعف ديال المنافسين، نقاط الضعف ديالو هو، فهمتيني؟ يعني كل لاعب نعرفوا الكفاءه ديالو في الموقع ديالو. كان يمكننا نحكموا بصفه عامه، كان واحد تردد وتخوف، ماشي تردد وتخوف، لان الانسان كتخاد عليه النظره مثلا مده سنين، وحنا كناخذوا يعني كنتحطموا على المنتخب، صعيب عليه باش يولي يرجع الثقه. يعني مساله الثقه هي اللي لعبها له الدور بالنسبه للجمهور، يعني كيدير لامبوسيبل. حنا كنعذروهم، لان راه مسؤوليه الرايه ماشي غير عاديه، غير المهم يعطي حق التوني، كي كنقول تكون قتاليه. فوالا المنتخب تفرجت البارح، المهم شي لعب نصيري ما لعبش بلاصتو، بعدا نصيري خصو يلعب تسعود، ملعبو سبعه. بالنسبه لينا كره ما كتخرجش من السنتريه هذيك، هي الاثار ديال بوصوفا مازال لحد الان.
بالنسبه للدفاع، الدفاع مزيان، حنا عندنا اقوى دفاع، ولكن المشكله هي الهجوم. الهجوم ما كيبشرش بالخير، ونقولوا غادي نعانيو في مع الفرق الكبرى في حاله تلاقينا مع الفرق الكبار، ما غاديش كاع نزطو معاهم كاع بهذا المعنى. المدرب ما شي شخصيه، ما مدرب ما والو. بالنسبه لينا كلينا المدرب كيبقى يدير بزاف ديال الاغلاط، ما كيعيطش الاسماء المناسبه. غياب زياش كيأثر بزاف على الفرقه، غياب حارس كذلك، حارس حتى هو كيعرف يخرج الكره مزيان من هندسه كذلك. المحتوى والاستحواذ وكيخرج كره ما كانش في المناسب. دابا حنايا عندنا المشكل في مع الفرق الدفاعيه، خصنا كيفاش نخرجوا كره باش والهجوم كيفاش والهجوم باش نماركي ان شاء الله. بالنسبه لنا الى تقابلنا مع الفرق الكبرى كالجزائر، الجزائر عندها مدرب زوين، و 8-0 كتربح ب 8-0، و 8 شي ماتش ما خسرتش، راه الله ما كيبشرش هذا الشيء بالخير. على المستوى كان مزيان، و حتى اللعابه كانوا في المستوى، والمدرب حتى هو راه بدا كيتحسن، حيت شويه كان عنده شويه الهفوات، ولكن شويه بدا كيصلح الهفوات ديالو. وكنتمنى المستقبل الفريق الوطني ويتأهل ان شاء الله الاقصائيات بنتيجه تكون مفرحه. لا ما اثرش الغياب ديال زياش، كانت الفرقه كلها فهمتيني كتلعب مزيان، وكنتمنى التوفيق للمنتخب الوطني. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريده العالم 24.